مجموعة الأزمات تدعو لتسوية سياسية، ما هي مضامين الدعوة وما مدى استجابة الأمم المتحدة لذلك؟ هل بات اليمن بين خيارات السلام المنقوص والحرب المفتوحة؟ أهلا بكم. طلبت مجموعة الأزمات مجلس الأمن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار وفرض تسوية شاملة في اليمن إذا تمسكت الأطراف بموقفها الحالي، مؤكدة أن ما هو متاح اليوم قد لا يتاح غدا، وأن فرص السلام قد لا تكون متوفرة بعد سنوات أخرى من الصراع. فماذا يعني تجاوز المرجعيات الثلاث وعلى رأسها القرار الأممي 2216 إذن؟ وما هو موقف الشرعية في الحرب وبقية الأطراف في الحرب من دعوى وقف إطلاق النار الفوري هذا؟ كيف يمكن قراءة هذه الدعوة وفق سياق الأحداث الأخيرة في سقطرى ومناطق الحجرية بتعز ومأرب؟ ما تأثير ذلك على مستقبل الدولة اليمنية، خصوصا بعد تحول اليمن إلى بلد مقسم محكوم بسلطات أمر واقع تتجاوز فكرة الدولة؟ هل ستستكمل تسليم البلاد وتقسيمها بين شرعية ضعيفة وميليشيات تسيطر على الأرض؟ حيث لا نصر ولا هزيمة، هكذا بدا المشهد في اليمن بحسب مجموعة الأزمات الدولية في أحدث تقاريرها. ترى المجموعة أن فرص التوصل إلى تسوية سياسية قد لا يكون متاحاً في المستقبل القريب، مطالبة مجلس الأمن الدولي بوضع مسودة قرار أممي جديد يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وتسوية شاملة وفرض القرار تحت إطار الآليات الأممية إذا تمسكت الأطراف بمواقفها. مكمن الجدل الذي أثاره التقرير هو محاولة إغلاق الباب على المرجعيات الثلاث، وتحديداً القرار الأممي 2216 والذي كان إطاراً عاماً للمفاوضات السابقة، وهو ما يعني تجاوز أسباب الحرب الحقيقية، والذي سيعني من وجهة نظر البعض إنتاج حلول غير واقعية ولا تحل المشكلة. ترى المجموعة أن الكثير من المتغيرات قد حصلت منذ عام 2016، وأن على الجميع الاعتراف بالواقع على الأرض. وقد عزز الحوثيون سيطرتهم على الشمال الغربي، وباتوا يهددون آخر معاقل الشرعية في مأرب، ويبحثون عن صيغة سلام تتجاوز حكومة هادي. الصراع في اليمن لم يعد بين شرعية وانقلاب بحسب التقرير، بل بات على الحكومة اليمنية والحوثيين أن يعيد النظر في توقعاتهما بشأن التسوية السياسية والقبول بإشراك فصائل سياسية ومسلحة أخرى في المفاوضات. تحولات أخرى على الأرض زادت تعقيد المسألة اليمنية، فالبلد منقسم اليوم إلى خمس جهات داخل حلبة صراع، ما يجعل الصراع يأخذ طابعاً أكثر تعقيداً، وهو ما يعني أن فرص السلام قد لا تكون متوفرة في المستقبل. المجلس الانتقالي في الجنوب والقوات المشتركة في الساحل الغربي وكلاهما مدعومان من التحالف الذي يدعم الشرعية باتا يخصمان من جغرافيا سلطة الشرعية ويأخذان من مكانتها وحصتها في أي تسوية قادمة بعد أن ساهما في تقويض وجودها في المناطق المحررة من سيطرة ميليشيا الحوثي. التقرير بمجمله يشدد على حقيقة عريضة خلاصتها أن الشرعية باتت عرضة للنهش من أكثر من طرف، وهي في موقف لا يمنحها فرصاً كثيرة، وبالتالي فإن تشددها في موقفها لا يستند إلى حقائق على الأرض، وعليها البحث عن صيغة مشرفة للاستسلام. فهل ما يجري الآن في الرياض خطوة على طريق التسوية المشوهة التي تقدمها مجموعة الأزمات؟ مجدداً أترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر السكايب من برلين دكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله. إذن دكتور، المجموعة الأزمات الدولية أصدرت تقرير يدعو يعني خلال الأيام الماضية، ما هي قراءتك لهذا التقرير؟
يعني من الواضح تماما ان مجموعه الازمات الدوليه لا تدرك طبيعه النزاع والصراع الموجود في اليمن. يعني هم دائما ما يحكمون النظريات ويتجاهلون الواقع او طبيعه الصراع. هم ليس لديهم خلفيه كافيه بالصراع الموجود في اليمن الان، ولو كان لديهم خلفيه كافيه لما طرحوا ما طرحوه. يعني هم يفترضون ان هذه الاطراف السياسيه بينها نزاع سياسي، بينها اختلاف حول تقاسم السلطه او تقاسم الثروه، لكن الواقع غير ذلك تماما. نحن لدينا ثلاث مشاريع تتصارع، ثلاث مشاريع يمنية، ناهيك عن المشاريع الأخرى، ناهيك عن المشروع السعودي في اليمن، ناهيك عن المشروع الإماراتي في اليمن. هناك داخل اليمن ثلاثة مشاريع تتصارع فيما بينها. أولها مشروع الحوثي في الشمال، وهو مشروع طائفي، مشروع مناطقي يقوم على دعوات بالحق الإلهي في الحكم لطائفة معينة أو سلالة معينة، وهي عقيده بالنسبه لهم، فبالتالي هم لا يستطيعون التخلي عنها او التنازل باي درجه، لانها بالنسبه لهم عقيده، يعني مرتبطه بالدين، مرتبطه بعقيدتهم، بايمانهم. هم دائما يربطون هذه المساله، الولايه والحكم وحقهم في الحكم، بالدين، ويقولون ان الولايه الذي لا يعترف بالولايه ولا يعترف بحقهم في الحكم هم ناس منقوصي الدين اذا لم يقولوا كفار. يعني هذا المشروع الاول. ثانيا المشروع الثاني مشروع المجلس الانتقال الجنوبي، والذي ينص على سلخ جزء من اليمن والتنكر الى الهويه اليمنيه. يعني هم يعتبرون نفسهم جنوب عربي، وبالتالي ولدينا طبعا مشروع الحكومه اليمنيه، المشروع اليمني الاتحادي. هذه المشاريع لا يوجد شيء مشترك بينها ابدا، يعني هذه مشاريع متناقضة تماما، لا يوجد أي أدنى حد مشترك أو أرضية مشتركة للتفاهم فيما بينها. لا يمكن للحكومة الشرعية اليمنية أن تقبل بحق إلهي وبمنطقة الطائفة التي تتبناها حركة الحوثيين، ولا يمكنها أيضا أن تقبل بنزع الهوية اليمنية من الجنوب وبإنشاء دولة أخرى تماما غير اليمن وإنشاء دولة جديدة في المنطقة. فبالتالي هذه المشاريع لا يوجد بينها اي قاسم مشترك ولا اي ارضيه مشتركه، وبالتالي كيف يمكن الوصول الى تسويه سياسيه او فرض تسويه سياسيه على هذه الاطراف؟ على اي اساس؟ اذا تجاهلنا المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الامن، فعلى اي اساس يقوم هذه التسويه؟ هم يتحدثون عن اليات امميه لفرض التسويه السياسيه على الاطراف كلها. طيب اذا كان هناك، طبعا بغض النظر عن وجود هذه الاليات من عدمها، وانا اعتقد لا وجود لها، الامم المتحده لم تستطع في اي فتره من تاريخها حل النزاع السياسي وفق الاليات الامم المتحده نفسها وصلاحياتها وميثاق الامم المتحده. كل الازمات التي حلت بتدخلات قوى كبرى او بانتصار طرف على طرف اخر في النزاعات الداخليه. وبالتالي الامم المتحده كانت عباره عن الاطار الذي تجري فيها الاتفاقيات والتسويات، لكنها لم تستطع ان تنجح في فرض اي تسويه اخرى. واذا قبلنا جدلا بان هناك اليات امميه قادره على الامم المتحده قادره على فرضها على اطراف الصراع، فلماذا لا تفرض المشروعيه، ليس فقط المشروعيه الدستوريه اليمنيه، ولكن المشروعيه الدوليه التي تؤيد الحكومه اليمنيه والحكومه الشرعيه، وكل قرارات مجلس الامن تنص على ذلك، وتنص على دعم الحكومة اليمنية، على وحدة اليمن، على استقلال اليمن، فعلى سيادة اليمن. وبالتالي إذا كان لديهم هذه الآليات، لماذا لا يتم فرضها على الأطراف الغير مشروعة، الأطراف المتمردة على الحكومة الشرعية اليمنية؟ لماذا لا يتم فرضها على الحوثيين؟ لماذا لا يتم فرضها على المجلس الانتقالي؟ وبالتالي نصل إلى النتيجة أن هؤلاء لا يدركون طبيعة الصراع في اليمن، لا يدركون ما يجري فعلا في اليمن. هم عن بعد أو بشكل تطبيق نظريات تحليل سياسي على نظريا فقط، دون الادراك طبيعه الصراع، خلفيه الصراع المناطقيه والقبليه والطائفيه، تاريخ الصراعات في اليمن، طبيعه الازمه اللي عانت فيها منها اليمن. وبالتالي هم فقط يقدمون حل نظري لا وجود له، ولا يمكن ليس فقط القبول به، لا يمكن تطبيقه حتى لو طيب قبلنا. يعني الآن هناك لا نقطتين، لا يمكن أن يطبق على أرض الواقع أبداً. هناك نقطتين دكتور علي في سياق الحديث يمكن أن أفهمهم منك. أولا، عدم منطقية يعني بالنسبة لليمنيين بالقبول بمشروع الحوثيين على الأقل، بعيدا عن بقية الأطراف المتصارعة يعني المنقلبة والمتمردة. وكذلك في نفس الوقت تقول أن الأمم المتحدة غير قادرة على تنفيذ هذه القرارات أو فرض هذه القرارات. إذن طيب،
دعنا ناخذ النقطة الأولى في البداية، لماذا إلى الآن إذن؟ يعني التقرير يقول أن ليس بمقدور سلطة هادي القيام ب يعني سلطة الرئيس عبد الرب منصور هادي القيام بما هو أفضل منه الآن، واستمرار الحرب سيعني المزيد من الخسائر لليمنيين. إذن ما هو الحل في هذا السياق؟ طبعا انا يعني اعترض على سمة الحل الذي قدمته مجموعة الأزمات الدولية، هذا ليس حلا اصلا يعني، وليس ايقافا للحرب. هذا اذا تم وقف اطلاق النار فهذا ترحيل الحرب او تأجيل الحرب لفترة متأخرة، قد تأتي سريعا وقد تأخر نوعا ما، ولكنها لن تنهي الحرب ابدا، لان الحرب قائمة على اختلافات جوهرية بين الاطراف، فلا يمكنك ان توقف الحرب نهائيا رغم وكل طرف لديه أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها، هذا أولا. ثانيا، الحكومة الشرعية اليمنية صحيح أنها في حالة ضعف، صحيح أنها لم تستطع حتى الآن حسم المعركة، ولكن ليس لديها خيار آخر. يعني أنت إذا دخل اللص واستولى على نصف بيتك، هل يصبح من المنطق والمعقول أن تسلم له بهذا النصف، أم أنك تقاتله حتى لو كان طال القتال؟ لأنه لا يوجد لديك خيار آخر، أنت مسؤول عن هذه الدولة، الحكومة اليمنية ومشاريع اليمنية والرئيس عبد الرب منصور هادي مسؤول عن الحفاظ على اليمن كدولة موحدة، عن الحفاظ على الشرعية اليمنية، الحفاظ على الدستور اليمني، الحفاظ على الهوية اليمنية، الحفاظ على السلم الاجتماعي، ولا يمكن أن القبول بأن يتنازل عن كل هذا لمجرد إيجاد تسوية سياسية مع طرف هو لا يقبل بالتسوية، طرف يريد السيطرة على كل شيء، طرف يرفضك أصلا، يرفض الاعتراف بك، يرفض الاعتراف بشرعيتك. الحوثيون لا يعترفون بالحكومة اليمنية، الحوثيون لا يقبلون بالرئيس هادي ولا حتى يذكرونه يعني. الحوثيون في كل مبادراتهم السياسية وكل تصوراتهم ومشاريعهم للحل السياسي تقوم على مفاوضاتهم مع المملكة العربية السعودية باعتباره نزاعا بين الحوثيين أو يعتبرون نفسهم ممثلين لليمن، وبين المملكة العربية السعودية يعتبرون الصراع صراعا إقليميا، صراعا دوليا بين اليمن كدولة التي يدعون أنهم يمثلونها، وبين المملكة العربية السعودية هم يتجاهلون تماما طرف الحكومي اليمني، يتجاهلون تماما الشرعية الدستورية اليمنية. كذلك المجلس الانتقالي ايضا ليس افضل من الحوثيون ايضا، المجلس الانتقالي ينتقي ليس فقط يعني ينفي عنه الهوية اليمنية بالكامل، يعني يعتبر نفسه جنوب عربي، يخترع له تاريخ، يخترع له هوية، وبالتالي هذه مشاريع لا يمكن الوصول الى التسويه معها ابدا، لانها لن تقبل هي التسويه. ليس المساله باراده الرئيس هادي او باراده الحكومه الشرعيه اليمنيه الا اذا كان هناك استسلام. اذا استسلمت الحكومه الشرعيه اليمنيه وتخلت عن مسؤولياتها وتخلت عن واجبات سوريا، يمكن ايضا ان نقول هناك حل. وحتى هذا الحل لن يكون حلا نهائيا، لان الحوثي سيصارع المجلس الانتقالي، الحوثي يطمع في السيطرة على كل يمن، الحوثي يريد أن يسيطر على بلد مندب، الحوثي يريد أن يسيطر على حضرموت، يسيطر على عدن، وهذا حلمه من يحكم كل اليمن. وبالتالي لا وجود لأي حل مقبول، لا يوجد أي حل منطقي وواقعي ينهي الحرب. طيب دكتور علي، أي حل سيتم التوافق عليه، هذا إذا افترضنا أنه يمكن التوافق، فهو ترحيل الحرب هذه وتأجيل لها، ولكنه لن ينهيها أبدا. دعنا نشك معنا في الحوار دكتور علي سيد عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، الذي ينضم لنا عبر الهاتف من اسطنبول. أرحب بك سيد عبد السلام. أهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدين الكرام وبضيوفك الأكارم. أهلا وسهلا بك. إذن سيد عبد السلام، كيف تقرأ تقرير أو ما جاء في تقرير مجموعة الأزمات الدولية حول رؤيته للوضع في اليمن وسبل حل الصراع فيه؟ دعني أولا يعني بشكل عام أستطيع القول أن أي خبير وأي جهة دولية كانت أو مراقبة للمشهد اليمني تتحدث عن اليمن لا تستطيع أن تصل إلى الحلول أو أن تتعرف على التعقيدات الحقيقية لليمن وللقضية اليمنية ولليمنيين أكثر من اليمنيين أنفسهم. وبالتالي فإن التنظير أمر يختلف من بلد إلى آخر حول الحلول، وباعتقادي أن الأزمات الدولية وهي كمؤسسة بحثية مثلها مثل بقية المؤسسات الدولية الأخرى التي تنظر لليمن
بعيون وخبرات خارجية وليست يمنية. أيضا أن هناك كثير من الاستنساخ للأسف في كثير من تقارير هذه المنظمة المؤسسة وغيرها من المؤسسات بما يحصل في من أحداث في دول أخرى مثل العراق مثل لبنان مثل مصر، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ في البال أن ما يحصل في اليمن أمر مختلف، تعقيدات المشهد اليمني مختلف، أيضا الوضع الاجتماعي والسياسي مختلف. اليمن ليست فيها هويات عرقية ولا طائفية، هويات عرقية مثل يعني إذا قلنا مثل أفغانستان، ولا هويات عشائرية مثل ما حصل في الصومال، ولا هويات طائفية مثل ما هو في العراق. اليمن هناك تداخل مجتمعي كبير جدا. هناك ميليشيا تحاول الآن لإدعاء بدأت بإدعاء المظلومية كأقلية مذهبية، وانتقلت من أقلية مذهبية من إدعاء المظلومية بعد سيطرتها على الدولة إلى أحقية الحكم كونها تنتمي لعرق طاهر كما تعتقد أو عرق قريب من النبي محمد. وهذا الأمر يأخذ يجعل أولا جعل اليمنيين في حالة صدمة حقيقة من أن هذه الجماعة والتي استدعت سلالتها في اليمن لم تندمج خلال الفترة الماضية، بالتالي ربما مثل هذه الأمور لم تؤخذ في بال التجارب الدولية، وإنما تؤخذ دائما على اعتبار أن هناك صراع مذهبي أو طائفي أو حزبي، ودائما يعكس الأوضاع في العراق. أنا لا أتكلم على الأزمة الدولية، أتكلم بشكل عام عن الباحثين الأجانب الذين ينظرون لليمن بعيونهم الخارجية وليس بعيون اليمنيين. طيب يعني في هذا السياق يعني لكن إلى أي مدى يمكن أن يؤثر أن تؤثر هذه النظرة في طبيعة تعامل المجتمع الدولي مع الملف اليمني؟ باعتقادي أيضا الشخصي أن دائما التحديث عن الحلول في اليمن مثالية أكثر من أن تكون واقعية. الحلول المثالية لا تنفع لليمن. عندما نتحدث مثلا عن سلام مستدام وعن خارطة طريق لسلام طويل، كأننا نتكلم عن خلاف سياسي أو صراع سياسي بين أحزاب سياسية لم تكن هناك حرب، ولم يتم استدعاء جانب يعني العنف والسلاح في فرض أمر واقع، ولم يكن هناك تمرد لميليشيات على حكومة، وكأن الأمر بين أحزاب شهدت انتخابات ولم تفز أي منهما وذهبت للسلطة في حال صراع، بينما هناك كانت دولة وكانت هناك شرعية، وجاءت الميليشيات وانقلبت على هذه الدولة وشجع المجتمع الدولي هذا الانقلاب بانقلاب آخر لميليشيات أخرى في عدن. التشجيع جاء من خلال عدم البحث عن حلول واقعية وحقيقية، عدم دعم الدولة وفرض العقوبات التي صدرت ضمن قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية ضمن قرارات 216، لم يتم فرض عقوبات واضحة ومتابعة ومطاردة مجرمي الحرب، هذا شجع على إنشاء ميليشيات أخرى. أيضا لم تتم هناك أي إجراءات عقوبات لدول ساهمت وشاركت في الصراع داخل اليمن مثل إيران والإمارات العربية المتحدة، وهذه الدول أصبحت تتدخل في الشأن الداخلي اليمني بشكل كبير ومطلق، وأيضا لم يتم محاسبة أطراف الحرب على جرائم عقوبات، لم يكن هناك رقابة على اقتصاد الحرب الذي أصبح يمول الجماعات والميليشيات إلى جانب جماعات الحرب بشكل عام. هذه كلها أعتقد باعتقادي أنه لم يتم التطرق إليها، وإنما يتم التطرق دائما بمثالية عن السلام والسلام المستدام، وحتى المثالية تصل إلى درجة تشكيل لجنة نساء السلام، وكأن الحرب يعني سكبت لتر من الماء ولم يكن هناك أكثر من 100,000
قتيل وأكثر من 5 مليون نازح داخلي وأكثر من مليون نازح خارج أو مليون لاجئ أصبح في الخارج وأكثر من يعني ومئات ألف من المعاقين وأدخلت ما يقارب 80% تحت خط الفقر والحاجة. نعم سيد عبد السلام. طيب يعني في هذا السياق دعني أشرك يعني بوضع الاعتبار لما تفضل به سيد عبد السلام محمد، أسألك دكتور علي في نهاية المطاف يعني ممكن أن يعني يشير كثيرين إلى أن الناس استنزفت بسبب هذه الحرب ولا بد من إيقافها. في نهاية المطاف المتضرر الأكبر من استمرار هذه الحرب هم الناس البسطاء، ومن أجلهم يجب إيقاف هذه الحرب مهما كلف الأمر. هناك كثير من يتحدث بهذا المنطق. طيب أوكي تمام، إذا كان هناك هذا منطق مقبول يعني، ولكن المشكلة الرئيسية في موضوع اليمن أن السلاح واستخدام القوة هو أحد الأساليب الرئيسية في إدارة الصراع والنزاع الموجود في اليمن. يعني الحوثي بماذا كيف يسيطر على المناطق اللي يسيطر عليها، كيف يدير المجتمع الذي يسيطر عليه، المواطنين الذي هم تحت سلطته بالقوة المسلحة، كيف يدير علاقاته وصراعه مع واختلافه السياسي مع الحكومة الشرعية اليمنية بالسلاح. هذا القرار ليس قرارا حكوميا يمنيا خالصا، هناك الأطراف أصلا هي تعتمد السلاح والقوة لتنفيذ أهدافها. المجلس الانتقالي أيضا يستخدم السلاح وليس المفاوضات السياسية وليس التفاهمات السياسية وليس البحث عن قاعدة مشتركة لأي حل، هم يستخدمون السلاح لفرض مشاريعهم أو لفرض أهدافهم أيضا، وبالتالي المسألة ليست بيد الحكومة اليمنية وليس بيد أي طرف آخر، لأن السلاح هو أداة رئيسية لإدارة الصراع في اليمن. هم لن يقبلوا بترك السلاح. الحوثي يهاجم الآن، الحوثي هو الطرف الانقلابي وهو الطرف المدان عالميا والمدان بقرارات الأمم المتحدة والواقع على زعاماته عقوبات دولية بقرارات الأمم المتحدة يهاجم، يعني ما زال في مرحلة الهجوم ومرحلة استخدام السلاح، رغم أن الحكومة الشرعية اليمنية تبدي استعدادها لوقف اطلاق النار ووقف شامل لاطلاق النار كما جرى في اخر مشروع للمبعوث الاممي مارتن جريفيث. يعني من رفض هذا المشروع هم الحوثيون، الحوثيون يرفضون ذلك تماما. المجلس الانتقالي ايضا يستخدم السلاح ويهدد به. المفاوضات الموجوده في الرياض الان المجلس الانتقالي يستخدم السلاح ويستخدم القوى المسلحه لتهديد الحكومه الشرعيه اليمنيه ويهدد في سيطرته وفرض الإدارة الذاتية له في محافظات ومدن جنوبية أخرى إلى جانب عدن وإلى جانب سقطرى. وبالتالي مسألة هذا تمني، يعني نحن نتمنى ذلك أن يتم إيقاف الحرب لأن الجميع أستنزف، ولكن الحرب هي أداة رئيسية في الأطراف الانقلابية في الأطراف الغير شرعية التي تواجه الحكومة اليمنية. علينا أن نقنع هذه الأطراف أن تترك السلاح وأن تصل إلى مفاوضات سياسية ويجري تسوية سياسية للصراع، لكنهم غير قابلين لذلك لأن أهدافهم مختلفة تماما، لديهم أهداف محددة وهم يعرفون ماذا يريدون ومخططون وهناك تخطيط لهم وهناك من يدعمهم من القوى الإقليمية. المجلس الانتقالي له من القوى الإقليمية اللي ما تدعمه، والحوثيون لديهم دعم من إيران، وهذه مشاريع لا تنسجم أبدا مع المصالح اليمنية والمشاريع ومصلحة الشعب اليمني. وبالتالي لا أتوقع أن هذه الأطراف ستقبل بترك السلاح. نحن نتمنى فعلا أن يتم تسوية الصراع في اليمن عبر الطرق السلمية، عبر التفاوض، عبر التسوية السياسية، حتى لو تقدمت الحكومة اليمنية تنازلات، لكن الأطراف الأخرى لا تريد كل شيء أو لا تريد أو يعني معركتها صفرية مع الحكومة اليمنية، معركتها صفرية مع الشعب اليمني، هي تريد كل شيء أو لا شيء، تريد أن تفوز بكل شيء وإذا خسرت هي مستعدة لخسارة كل شيء. لكن دكتور علي يعني دعني أضع هذا السؤال الآن وفي سياق الحديث، لأن التقرير أشار إلى وفاة أكثر من 100 ألف شخص تقريبا منذ احتدام الصراع. أسألك سيد عبد السلام محمد، يعني هل يعني الأمر في نهاية المطاف أن يستمر إذا كان يعني مشروع الحوثيين عدمي ولا بد من مواجهته بهذا الشكل، وأيضا مشروع الانفصالي عليه ما عليه، هل يجب الاستمرار في هذه الحرب إلى آخر رجل يمني؟ ما هي يعني رمانة الميزان التي عندها يجب القول أن الأمر
الاستمرار في الحرب باتت مضاره أكثر من توقفها. لو أعدنا صياغة السؤال وسألنا أنفسنا هل هناك فرص للسلام من خلال الحرب؟ هذا الأمر منذ البداية معروف أنه إذا دعمت الدولة فإن فرص السلام أفضل بكثير من أي سلام مع الميليشيات بدون دعم الدولة. أي بمعنى إذا دعمت الدولة لتحقيق السلام بالقوة العسكرية سينعكس على الأمن اليمني والأمن الإقليمي لعشر سنوات قادمة، بدلا من أن يكون هناك سلام مترهل ضعيف مع ميليشيات لا تحمل السلاح وربما تكون لديها القدرة الكاملة في التواجد في الثلث المعطل للقرار السياسي، وقدرتها في بناء دولة داخل دولة مثل ما يحصل الآن في لبنان، أو سيطرة الميليشيات عمليا على الجيش والأجهزة الأمنية من خلال ميليشياتها المسلحة كما هو في العراق، هذا سيجعل المنطقة تحت التهديد لعقود وليس لعقود. دعني من المنطقة سيد محمد، دعني من المنطقة الآن، أتحدث عن اليمن. أكثر من 100,000 ضحية نحن نتحدث منذ بداية هذه الحرب. ما هي اللحظة التي سيقول اليمنيون أنه يجب أن تقف هذه الحرب مهما كانت فوائد مشاركة الحوثيين أو المجلس الانتقالي في إدارة السلطة بما هم عليه بهذه الأسلحة بتوجهاتهم الفكرية إلى آخره؟ يعني في نهاية المطاف لن يبقى يمنيون إذا ما استمر الصراع بهذا الشكل. إذا 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 بقيت الميليشيات الحوثية والانتقالي بكامل سلاحهم سواء حصل اتفاق أو لم يحصل اتفاق، فدعني أقول لك أن المستقبل سيكون غامض وستكون الدماء أضعاف ما هو عليه الآن. إذا استمرت الميليشيات لحمل السلاح وفرض أمر واقع وتحقيق أهدافها سواء التكتيكية التي تتعلق بالشأن المحلي أو الاستراتيجية التي تتعلق بداعميها الإقليميين في المنطقة، وأنا أقول هنا أن الحرب أصبحت إذا عدت من دعام 90 إلى الآن لوجدت أن الحرب هي تتنقل بالأساس في المنطقة من منطقة إلى أخرى. الآن وصلت الحرب اليمن وستدخل في غضون أشهر أو سنوات إلى دول الخليج، وسيأتي الدور الذي حصل لليمن وحصل للعراق وحصل لسوريا وحصل في ليبيا، سيأتي الدور ليصل للمناطق المستقرة أو الدول المستقرة. أما بالنسبة لليمنيين إذا بقيت الميليشيات على قوتها سواء قبلت بعملية سلام وبقي سلاحها معها وشاركت في السلطة وفرضت أمر واقع فإنها ستواصل حروبها ودمائها الخاسرة. وإذا أيضا سيطرت بشكل كامل هي بعيدا عن أي تواجد سياسي لجهات أخرى كسلطة أمر واقع أيضا، فإنها ستجند وستذهب لحروب أخرى، هي عينها إلى ما خارج الحدود ما بعد الحدود وليس عينها في اليمن. وعندما أتحدث عن المنطقة أنا أتحدث عن الأهداف الاستراتيجية لهذه الميليشيات وليست أهداف الدولة اليمنية. أما إذا دعمت الدولة اليمنية فإن هذه الأهداف يعني ستتبلور لتصبح أهداف محلية لمصلحة اليمن، وهنا دعم الدولة بفرض أمر واقع سواء بالقوة العسكرية أو بالسلام، لكن بسيطرة الدولة وإدماج جميع الميليشيات تحت سلطتها وليس بقائها كدويلة داخل دولة. شكرا لك سيد عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. بالعودة إليك دكتور علي، أسألك ذات سؤال لأن السيد عبد السلام محمد يذهب إلى نواحي إقليمية أكثر. يعني ما هي النقطة إذا كانت الآن التقرير يقول أكثر من 112,000 شخص أدت هذه الحرب إلى مقتلهم منذ بدايتها، ما هي النقطة التي عندها يمكن القول أن مغبة مشاركة الحوثيين بما هم عليه بطريقة تفكيرهم وبقية الأطراف التي تواجه الحكومة الشرعية بهذه الطبيعة هي يعني تكون أفضل من موت اليمنيين؟ الناس يموتون، هذه الحرب ليست يعني لا يخرج الناس منها بحياة سليمة وكذا، هم يموتون وإذا لم يكن يصابوا يعني ويجرحوا ويعيشوا حياة مختلفة. ما هي النقطة التي يمكن القول فيها
أنه انتهى الموضوع؟ يمكن الحديث على أن الحوثيين انتصروا أو غيرهم من الأطراف انتصروا؟ يعني دعني أجيب على سؤالك بسؤال آخر، يعني هو من بيده قرار الحرب؟ من بيده قرار إيقاف الحرب في اليمن حتى نطالبه بذلك أو نطالبه بالتنازل؟ هل هي الحكومة الشرعية اليمنية؟ ليست الحكومة الشرعية اليمنية بكل الصدق الذي نحتاج الآن. ليست الحكومة اليمنية لا تمتلك قرار الحرب في اليمن. من يمتلك قرار الحرب في اليمن؟ هم الحوثيون بدرجة أولى، وهو المجلس الانتقالي. ومتى ستتوقف الحوثيون ومتى ستتوقف المجلس الانتقالي عن استخدام القوة واستخدام الحرب لفرض أهدافهم السياسية ولفرض مشاريعهم؟ هذا هو السؤال. الحوثيون كما خبرناهم وكما عرفناهم، الحوثيون أهدافهم أكبر بكثير مما هو في أيديهم الآن. الحوثيون لا يريدون فقط العاصمة صنعاء ولا المناطق التي يمثلونها. الحوثيون يريدون مارب، يريدون النفط، يريدون الثروات. لن يتوقفوا عند ذلك، وسيستمرون باستخدام القوى المسلحة حتى يحققوا أهدافهم. المجلس الانتقالي أيضا لا يمكنه أن يقبل فقط بالسيطرة على عدن ولحج والضالع وسقطرة حتى، يعني هو يريد كل الجنوب، أن يمثل كل الجنوب، أن يسيطر على كل الجنوب. إذا قرار الحرب هو بأيدي هذه الأطراف وليس بيد الطرف الحكومة اليمنية. حتى نقول أنه متى ستقتنع، متى ستقتنع؟ الحكومة اليمنية مستعدة لوقف إطلاقا. الحكومة اليمنية ذهبت إلى اتفاق الرياض بغرض إيجاد تسوية سياسية، رغم كل محاذير، كل ما يقال عن اتفاق الرياض وسلبه لجزء كبير من شرعية الحكومة اليمنية وسلبها قرارها، ومع ذلك الحكومة اليمنية ذهبت إلى اتفاقية الرياض رغم اعتراضنا على هذه الاتفاقية. الحكومة اليمنية مستعدة لوقف إطلاق النار في المناطق التي يجري فيها القتال مع الحوثيين، ومن يرفض ذلك هم الحوثيون. إذا قرار الحرب في اليمن ليس بيد الحكومة الشرعية اليمنية، بل هو بيد أطراف نشاوية، أطراف لديها أهدافها الخاصة والتي لن تتوقف عن تنفيذها أو عن استخدام القوة لفرضها حتى تصل إليها، حتى تصل إلى تحقيقها. الحوثيون يريدون السيطرة على كل أكبر قدر ممكن من اليمن. الانتقالي يريد السيطرة على الجنوب وإنشاء دولة جديدة في الجنوب. وبذلك يعني لا أعتقد أن بإمكاننا اليوم الحديث عن السلام وإيقاف الحرب، لا يمكننا الحديث عن ذلك لأنه حديث غير واقعي. نعم الخسائر كبيرة للغاية، أكثر من 110,000 شهيد وقتيل في الحرب. الشعب اليمني 8% منه جائع، الشعب اليمني مشرد، 3.5 مليون مشرد نازح يمني في داخل اليمن، غير مئات الآلاف، ربما يتجاوزون مليون أيضا خارج اليمن. الشعب اليمني يعاني، موظفين لا تلقون رواتبهم، الدولة اليمنية انهارت، النظام التحليل انهار، النظام الصحي انهار، النظام الأمني والقضاء والعدل انهار. لا يوجد، نحن في جهنم الآن. الشعب اليمني يعيش ظروفا غير معقولة وغير مسبوقة، حتى الأمم المتحدة صنفت الكارثة الإنسانية موجودة بأنها أكبر كارثة تشهدها أي دولة في العالم. وبالتالي نعم المعاناة كبيرة، ولكن كما قلت لا يوجد حل آخر. أقنع لنا، فليقتنع الحوثيين بوقف إطلاق النار. نحن مستعدين، فلنعترف له بسيطرة على المناطق التي هو مسيطر عليها الآن. لن نعترف للمجلس الانتقالي بالمناطق التي سيطر عليها الآن، عدن وسقطرة. هل سيكتفي الحوثي بالمناطق التي سيطر عليها؟ هل سيكتفي الانتقالي بالمناطق التي سيطر عليها؟ لن يكتفوا. طيب أمام ذلك أفهم منك أن المسألة تعني في نهاية المطاف هي استمرار الحرب، هي تعني استمرار الحرب وبقاء يعني حالة الوفاء أو حالة استهداف اليمنيين بشكل مستمر إلى متى؟ يعني متى يعلن؟ يعني في نهاية المطاف أن تقول متى يوقف الحوثيون اعتداءاتهم، لكن متى يمكن للحكومة الشرعية أو طرف ما، يعني أنا أتحدث الآن بشكل عام، متى يمكن لطرف ما أن يقبل بأن يحكمه الآخر بدلا من أن يموت؟ علينا أن نقنع هذه الأطراف بأن السلام هو لمصلحتها وليس الحرب. الحوثي الآن يرى أن في مصلحته استمرار الحرب، لأنه يهاجم الآن ولديه حسب أنه في موقع القوة يستطيع فرض إرادته على الأطراف الأخرى. أيضا المجلس الانتقالي هو يرى الآن أنه
لديه القوة وهو الطرف الأقوى ويسيطر على العاصمة المؤقتة عدن، ولديه دعم خارجي كبير، وبالتالي هو لا يرى مصلحة له في وقف الحرب لأنه لم يحقق أهدافه بعد. كيف نقنع هذه الأطراف أن تلجأ إلى السلام عندما تجد هذه الأطراف أن السلام أجدى لها من الحرب؟ ولن يصل إلى هذه القناعة إلا بعد أن يتم إجبارهم على ذلك، عندما يجدوا أنهم في مرحلة التقهقر، في مرحلة الهزيمة العسكرية، في مرحلة خسارة كل شيء، هنا قد يقتنعون بإقامة سلام. يعني لو وصلت القوى، لو حررت القوات الحكومية اليمنية مدينة الحديدة والساحل الغربي، وحررت محافظة تعز، وحررت محافظة إب، أعتقد أن ذلك يمكننا الحديث عن سلام مع الحوثيين، والحوثيين سيكونوا مستعدين أكثر للقبول بأي تسوية سياسية لأنهم يخسرون. كذلك المجلس الانتقالي إذا حوصر، إذا فقد عدن، إذا فقد أهم أهداف التي حققها، عند ذلك سيرى أن من مصلحته الوصول إلى تسوية سياسية، وسيجد أن الحرب سوف تقتله ما كسبه، عند ذلك نستطيع الحديث عن سلام. أنا أعتقد أن الحرب هي طريقنا إلى السلام. يمكننا أن نقول ذلك، أن الحرب هي الطريق الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام في اليمن، عندما تستطيع الحكومة اليمنية وتمتلك الإرادة السياسية لتحرير، لمواجهة الأطراف التي الأطراف الانقلابية سواء كانت في صنعاء أو كانت في عدن، عندما تمتلك الإرادة أولا قبل السلاح وقبل أي شيء آخر، عند ذلك نستطيع الحديث طيب هي عن الآن سلام. دكتور علي، يعني في سياق مقارنة مع الوضع في بلدان أخرى، يعني اليمن في نهاية المطاف وإن كان لها خصوصيتها بطبيعة الحال، لكن ليست الدولة الوحيدة التي حصلت فيها صراعات دموية. في نهاية المطاف كيف يمكن إقناع هذه الأطراف إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف الحرب أو لإحداث السلام؟ كيف يمكن إقناع هذه الأطراف بأن السلام أجدى لها من الاستمرار بهذه العملية المتكررة من القتل والحرب، من الاقتتال عفوا والحرب؟ كما قلت لما أجبتك قبل قليل، عندما ترى أن الحرب لن تحقق بها أهدافها، عندما ترى أنها تخسر عبر الحرب، عندما تجد أن الحرب ليست الوسيلة التي تستطيع من خلالها تحقيق أهدافها، عند ذلك ستقتنع بالتسوية السلمية. لا، أنا أقصد مؤشرات. لكن عندما تجد أنها تفوز، أنها تحقق مكاسب عبر استخدام، أنا أقصد أنها مؤشرات، لأنه إلى الآن من خلال ما يبدو لها أنها تحقق المكاسب في نهاية المطاف. جماعة الحوثي يبدو أنها ترى أنها تحقق مكاسب، وإلا ما استمرت في هذه الحرب. كذلك المجلس الانتقالي مثلا. هذا ما نقوله، يعني ماذا، يعني أنا حقيقة لم أفهم السؤال، يعني هل هناك وسيلة أخرى غير الحرب، غير فرض السلام على هذه الأطراف؟ علينا فرض السلام عليها، ولن يكون فرض السلام عليها إلا بالقوة. من قبل من؟ لا يمكن أن تفرض عليها السلام عبر أي مبدأ أخلاقي، عندما تقول لهم هناك يعني من قبل الحكومة الشرعية اليمنية، من قبل الحكومة الشرعية اليمنية، عندما تفرض عليهم الحل السلمي بالقوة، عليها أن تفرض عليهم الحل السلمي بالقوة. لكن دعنا نرى الحوثيين يعتبرون مسألة القتل وخسائرهم البشرية، هم لا يهتمون بخسائر البشرية عند الطرف الآخر وهم يمنيون أيضا، لكن بالنسبة لهم الخسائر البشرية يحتفلون بها، مفهوم الشهيد ومفهوم الجنة ومفهوم الشهداء، هذا المفهوم الذي سوق لهم وتم تأسيسه في اليمن، وتم تلقين الناس وتلقين حتى طلاب المدارس به، والخطاب الحوثي الديني والسياسي يمجد عملية الاستشهاد، فبالتالي لا يهمهم كم يموت أو كم يقتل من اليمنيين، لا يهمهم ما دام ذلك في سبيل الهدف الأسمى الذي لديهم وأفكارهم. شكرا لك إذن دكتور علي العبسي، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر سكايب من برلين في هذه الحلقة. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.